خدنا المرة اللي فاتت فكس بقى معايا كويس عشان ده درس جيومتري ورخي. خدنا المرة اللي فاتت جيومتري مش المرة كان ايدنتي صح؟ فاكر؟ طبعا هنكمل. النهاردة هناخد درس الاوبريشنز اون فيكتورز. واحد يقول لي مستر الاوبريشن زي ما احنا المره اللي فاتت كنا بناخد بلس وماينس، ما هي ايه الاوبريشن؟ لا المره اللي فاتت كنا بنعمل ايه يا عم مصطفى؟ بناخد البلس والماينس بس لما بيكون الفيكتور مكتوب. النهارده هناخد ازاي نعمل ادنج وماينس جيومتريكلي على الرسم. باختصار وحته تودينها في الفيزكس. بدايتها كده بيقول لك لو انت عندك فيكتور مثلا عامل كده. اهو ركز بقى معايا كويس جدا. ايه؟ اسمه ايه فيكتور ده؟ اي بي ماشي؟ عملت له اد على فيكتور تاني كده. اسمه ايه؟ بي سي. بيقول لك لما تيجي تجمع فيكتورين بيجروا ورا بعض. هتفهم يعني ايه فيكتورين بيجروا ورا بعض؟ شايفين اسهم؟ اي بي بي ايه؟ بيجروا ورا بعض صح؟ يقول لك ستارت واند ووصل. ستارت والاند وتوصلهم يعني ايه؟ يعني انا هنا طالع من نقطه ايه؟ ايه صح؟ يبقى ده الستارت. ومين الاند؟ السي. النادي اسمه ها؟ يعني انا يا مستر معلش تاني واحده واحده كده. اي بي ده اسمه ايه الفيكتور ده؟ بي سي صح؟ يبقى الناتج ايه على طول؟ ستارت واند ووصل، يعني الناتج يبقى ايه؟ اي سي. تاني يا باشا لو جالك فيكتورين بيجروا ورا بعض، يعني ايه بيجروا ورا بعض تاني؟ بص كده اهي واهي. بص كده يا حبيبي الفيكتورين دول بيجروا ورا بعض. بص على اسهم الفيكتور اسمه ايه؟ سي اي بلس واللي بعديه اسمه ايه؟ صح يا ابني؟ الدكتورين دول بيجروا ورا بعض ولا لا؟ مع مصطفى اهو اسمه ايه؟ ايه ده؟ فيكتورين بيجروا ورا بعض يبقى ستارت واند ووصل. مين الستارت؟ السي صح؟ هو انا طالع من ايه؟ السي. ومين الاند؟ ستارت اند يبقى الناتج ايه؟ سي. يا مستر ده احنا واخدين القانون ده في الفيزيكس. مش ده قانون الديسبليسمنت؟ اه فعلا لما تيجي تعمل ادنج لتو فيكتورز فانت كل اللي بتعمله يا محمد يا مجدي ان انت بتجيب الديسبليسمنت ستارت وينج. طب انا بقول يا مستر ثلاثه بيجروا ورا بعض ما هي نفس الفكره. ايه؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني بص يلا كده ايه بي الثلاثه الفيكتورز دول بيجروا ورا بعض. ها؟ بيجروا A B B C C D صح؟ كلهم بيجروا؟ ستارت وإند فين؟ عادل فين ستارت؟ A فين الإند؟ G يبقى الناتج إيه؟ ولا دي إيه؟ ولا ما تفرقش؟ تفرقش يا مستر ده ليه؟ لو عكسنا الحروف في الاتجاه بقى الناحية التانية. لا طبعا ستارت الأول وبعد كده. في بس حتة عايزك تاخد بالك منها في اللي هي لما تيجي نجمع الفيكتورز. احنا الاثنين دول قلت لهم بيجروا ورا بعض صح؟ الاثنين دول بيجروا ورا بعض. بص لي كده على ترتيب الحروف في الحته دي. بص هنا اسمه ايه؟ بس ما تتمشوش. بص يا اي بي بي سي ها؟ دايما الفيكتورين اللي بيجروا ورا بعض تلاقي الحرفين اللي في النص زي بعض. صح؟ بص كده دايما الفيكتورين اللي بيجروا ورا بعض يبقى الحرفين اللي في النص تلاقيهم ايه يا مارك؟ زي بعض. ففعلا بص اللي في النص بي وبي زي بعض يبقى دول بيجروا ورا بعض. عشان كده لما تيجي تجمع فيكتورين الحرفين اللي في النص زي بعض يبقى الناتج الاول والاخير. ده الناتج ايه؟ مش فاهم حاجه. اهي مثلا اي بي بي دي الحرفين اللي في النص زي بعض في النص زي بعض جنة استاذنا اهي يا مستر اللي في النص زي بعض يبقى الناتج ايه؟ الاول والاخير. يعني الفيكتورين بيجروا ورا بعض يبقى الناتج ايه على طول؟
يبقى لو لقيت الحمل الحرفين اللي في النص زي بعض يبقى الناتج ايه؟ الاول والاخير. طيب افرض يا مستر الفكتورين ما بيجروش ورا بعض. بنشوف جيت قلت لسعادتك مثلا على الرسمه اي بي شايفين الفكتورين دول؟ بس مش فاكرين محلولين او اخوه. الفكتورين دول بيجروا ورا بعض ولا خارجين من نفس النقطه؟ خارجين من نفس النقطه بيجروا ورا بعض. خارجين من نفس النقطه اتفقنا حلوه قوي. يقول لك لما يبقى عندك فكتورين خارجين من نفس النقطه تجمعهم ازاي؟ يقول لك قفل باراليلوجرام. قفل باراليلوجرام يعني قفل باراليلوجرام؟ افهم معنى قفل باراليلوجرام. اللي انا بقوله ده انت بقول الفكتورين مالهم؟ خارج. يبقى انا عندي الفكتورين بيجروا ورا بعض استنطوا منه وصل. الفكتورين خارجين من نفس النقطه قفل باراليلوجرام. بص يا حبيبي اهي ماشي؟ قفلت باراليلوجرام اهي يا ولاد. ايوه الناتج فين بقى؟ فين الجمع؟ يقول لك ايه ده يا جنان؟ يا جنان حتى ممكن ده اللي هو ده او ايوه يعني انا واحد فيهم بقى؟ اكيد اللي خارج من النقطه. هي مين النقطة اللي خرج منها تو فيكتورز؟ مين النقطة اللي خرج منها تو فيكتورز؟ نقطة ايه صح؟ يبقى الناتج بتاعهم هو ده. لا مش فاهم. تاني كلمة. فقط اي بي اي سي بيجروا ورا بعض خارجين من نفس النقطة. خارجين من نفس النقطة. عامل ايه يا مصطفى؟ تقفل براليلو جرام. والناتج عبارة عن ايه؟ انت يا جنان مين الاثنين اللي بيجروا مين الاثنين اللي خارجين من نفس النقطه؟ الاولاني كان اسمه ايه؟ اي بي صح؟ مش ده الاولاني؟ والثاني كان اسمه ايه؟ بص 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 قلنا الناتج هيبقى مين؟ انت يا جنان مين انت يا جنان؟ اي دي عمره ناتج مين؟ ايه؟ ايه؟ واحد يقول لي ينفع التيار الثاني سيدي ينفع الدياجونال سيدي ينفع؟ لا طبعا. ده ليه؟ ليه عشان اسمه سي في؟ ما تجيب سي في على طول؟ لا يبقى واخد مين؟ وقت الاثنين السي في والاي دي نفس الاتجاه نفس الطول حتى يبقى ازاي بقى الاثنين زي بعض؟ لا يا مستر الدياجونال لازم يكون خارج منين؟ من نفس النقطة اللي طلع منها تشوف الشيل ده ملخص اللي قلناه. فيكتورين خارجين من نفس النقطة قفل باراليلوجرام وخد الدايجرام. فيكتورين بيجروا ورا بعض ستارت واند ووصل. معايا يا احمد؟ ماشي يا مستر. تعالى قول لو واحد ماشي بس كان طالع الفورت جاز اللي تحت. في بقى حاجات لسه بص في طبعا واحد هنا مستر طب افرض واحد داخل واحد خارج انت دلوقتي لسه عشان صعب الموضوع قوي دلوقتي ليه بقى ايه ولو فيكتورين داخلين في وش بعض هنتكلم في الحته دي بعد تعالى بس استنى كده انا هعمل حركه وحد يقول لي الحركه دي إيه صح ولا غلط على الرسم بص كده يا حبيبي دي نقطة ام مثلا احنا كتبنا ان اي دي بلس اي سي ايكوال ايه؟ اي جي مظبوط؟ طب انا عايز حد ياخد باله انا هعمل ايه ويفهم جد مين؟ انا بص هعمل ايه؟ شايفين الاي جي؟ انا هعمل مكانها كده. الكلام ده صح؟ انا شلت الاي جي وحطيت 2 اي ام. الكلام ده صح؟ هما الاثنين دول قد بعض بالظبط بالظبط ايوه يا مستر هو مش الاي جي اثنين صح ولا لا؟ مظبوطه؟ طب بص بقى الحركه دي طب لو خليتها ام ايه؟ تبقى صح؟ لا غلط ايه؟ يا مستر اي دي ماشي كده فلما تاخد اثنين تاخد اي ام انما ما تاخدش ام ايه؟ ليه بقى؟ يعني يبقى اي دي ماشي كده عامله ايه؟ واحد ماشي كده؟
واحنا عارفين الايكوال لازم يكونوا الاثنين نفس الايه نفس الدايركشن. استنى حته صايعه. انت قلت لي مثلا 2 ام صح؟ ينفع اخليها 2 ام دي ام دي ده انا عايز التركيز بقى ناخد الريشن معاك. هو ام وام دي نفس الاتجاه ونفس اللينس يبقى كان صح. لا مش هشغل دماغي. هي مش حمس هي مش حمس. طب جه قال لك بص بقى الحركه دي. قال لك لو انت بتجمع تو فيكتورز بص يا ولد عاملين ايه؟ قال لي ايه هو برضه نفس الاثنين هم هم اي بي واي سي. الاثنين دول خارجين من نفس النقطه؟ ها؟ يوسف الاثنين دول خارجين من نفس النقطه ها؟ يقول لك الناتج بتاعهم انتوا عارفين اللي خارجين من نفس النقطه بيعمل ايه؟ منين؟ بنفس مين الاول؟ باريلو براك. تشوف نفس الباريلو براك كده كده اهو. قفلت البريد الرمى ولا لا؟ معايا مالك؟ الناتج بقى مين بقى؟ ده يعني؟ ده ده اقسمهم ليه؟ ده بقى يطلع من ايه؟ يطلع من ايه؟ من ايه؟ مصفر يطلع كده. كان معانا حق. 100 100 100 100 ده الناتج صح؟ طب ركز معايا بقى كده. يعني الناتج ايه دي صح؟ يعني الناتج دي يعني ايه؟ يعني ايه دي؟ طب انا هعمل الحركه دي وقول الحركه دي صح ولا لا؟ هو الاي دي هو 2 اي ام صح ولا لا؟ نفس الدايركشن ده. والاي دي 2 اي ام ولا لا؟ انا ليه بقول الحته دي؟ عشان انا حالا هقوم عامل كده وجاي ماسح الحته اللي تحت. طبعا كلنا عارفين ان النقطة اللي في النص دي واحد يقول لي يا مستر عارفين منين ان شاء الله؟ يعني عرفنا حضرتك منين التكلفة دي شكلها؟ استنى ايه؟ اه عشان انا لما قفلت ده باراليلوجرام الام دي كان ليها اسم اللي هي بتقابل فيها الدايركتس. لا الام نفسها ليها اسم الانترسكشن بوينتس بتقول مين؟ دول اسمهم ايه يعني كده؟ طب ناخدها في سنه ثالثه اعدادي. النقطه اللي هي بتقفل الدايره كان اسمها انترسكشن بوينت. وطبعا واخدها في رابعه ابتدائي ان الام دي تبقى في النص. لو تفتكروا الام دي كانت بتبقى في النص يعني ده قد ده خدناها ايه في رابعه وسابعه اللي هي معروفه ان الام اللي هي اللي في نقطه الانترسكشن دي بتبقى مين بوينت. ممكن اسالك سؤال اشوف مين صح؟ هو ايه مرسوم قدامي ده؟ مش تراني؟ ده تراني ده؟ ايه ام اللي انا راسمه ده؟ اسمه ايه؟ ميديا. جت الباشمهندسه في الجيله قال لك يا مستر ايه ام ده اسمه ميديا ولا ميديا؟ وايه ميديا؟ يعني ايه ميديا؟ الخط اللي ينزل على البيز يقسمها نصين ده الميديان بتاع مش عارف ثانيه اعدادي ولا ايه اعدادي يعني ايه ميديان تاني مثال صعب ايه الميديان ده؟ الميديان ده يا حبيبي فاكر الخط اللي ينزل على البيز يعمل فيه ايه؟ طب اسالك سؤال ده مين صاحي؟ الخط بقى اللي نزل ده مين بقى بيديني ده؟ هو قسمها نصين ماشي بربنديكولار بقى. طب يعني ايه بربنديكولار؟ يعني هل لازم رايت؟ طب بذمة حضرتك ده شايف خط لازم رايت؟ عايزين نتعلم حاجه او نفتكرها ان الميديان كل وظيفته انه بيقسم البيس بس. بس امتى بقى يبقى وظيفه زياده؟ اوفر تايم. امتى يبقى رايت؟ لو الترينجل ده ايسوسيلس او ايكويلاتر. انما الميديان في التريانجل عادي خلاص يا محمد انت عارف الكلام ده. لا يا مستر ده بيبقى از بيس بس لا عامل رايت ولا از انجل ولا اي حاجه. امتى يبقى بيربنديكولار يا شوتي؟ على اساس انت قلت لي قولي مش هيبقى الناس طبعا. ده انت هنا الجزء ده
خدنا طبعا شغل بتاع الميد بوينت والدياجونالز والانترسكشن كده. المهم ان القاعده دلوقتي بتقول لي انك لو جمعت تو فيكتورز في التراينجل اهو اي بي بلس اي سي اهو اي بي واي سي ادو كم ميديان؟ هل كده صح؟ بتقول ميديان واحد ولا اتنين؟ الناس اللي بتقول ايه يا ابني احنا قلنا ان الاي بي والاي سي يدوك الدياجونال كله. طب ما الدياجونال كله يعمل له كام ميديان من ده؟ يعمل كام ميديان؟ طيب ما هو انا جاي فين؟ ماشي يبقى معاك الاي بي اي سي دي ميديان واحد؟ لا يا مستر اديني الدياجونال. طب الدياجونال كان كام ميديان؟ ميديان هنا؟ وكم ميديان؟ 2 ميديان. يبقى مسائل. طب يا مستر تعالى نقرا المساله اللي بعدها. بيقول لك اكسامبل 1 اقرا بقى وركز قوي. دخلنا في الجانب. يا مستر بيقول لي الشم سفينه moved from a distance 600 meters. ايوه 600 متر فين يعني مش فين؟ towards east. towards east يعني مش ناحيه الشرق صح؟ المسائل لا لسه من اول ايست. بص يا علي المسائل اللي ما فيها نورث وويست 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 والكلام ده اول حاجه تعملها اول حاجه تقوم راسم السكوير ميت بتاعتك اول حاجه. ليه بقى؟ يلا اول خطوه ودايما تحط النقطه اللي في النص هي نقطه بدايه الحركه. ايه هي مين نقطه بدايه الحركه؟ الشغل بدا من ايه؟ من ايه؟ ايه بقى نقطه دي؟ يلا نبدا. يبقى دايما اي مساله فيها ايست ووست والاتجاهات الشرقيه والغربيه والكلام ده تقوم عامل السكوير نت بتاعت ساعتك وحاطط ايه؟ خلي بالك الستارت هي الاوريجن. اول حاجه بقى الراجل ده راح فين؟ ايست يعني ايه؟ شرق. شرق كم متر؟ الشرق ده رايح ايه؟ يمين على الورق ابتديناها يمين اهي. مش كم متر؟ ماشي يا مستر 600 متر. ماشي بعد كده عمل ايه؟ طلع كام؟ عرفت ان انا طلع نقص طلع كام؟ 800 صح؟ يبقى انا كده مستر 800 عايز ايه هو؟ ديسبليسمنت ستان ديسبليسمنت اللي انت رايح دخل جيب من نفس النقطه ولا بيجروا اربعه؟ بص كويس جيب اربعه تجيب نفس النقطه جيب اربعه ستارت وين وصل ستارت ان وصل ادي يا مستر الجامع ادي تاني قال لك مشي شرق 600 متر وبعد كده طلع كم متر؟ 800 متر عايز ديسبليسمنت ديسبليسمنت الان هما بيجروا ورا بعض ولا خارجين من نفس النقطة كده بص يا عم زياد لا يا مستر ده بيجروا ورا بعض ستارت اند وصل طالب ديسبليسمنت صح؟ اسألك سؤال مهم قوي طالب الديسبليسمنت ماجنيتيود ولا دايركشن؟ العب كده هو طالب الديسبليسمنت ولا عن ديسبليسمنت وسكت؟ سكت يبقى اجيب الاثنين سكت اجيب الاثنين قال لك ماجنتيود تجيب ماجنتيود قال لك دايركشن تجيب السيتا قال لك الاثنين تجيب الاثنين طب يا مستر ما قالش خالص تجيب الاثنين برضه ما قالش خالص انت برضه هتجيب الاثنين تعال مستر اديني الماجنتيود ازاي معلش يا ركز معايا انت عايز تجيب ده كام مش ده 600 وده 800 مش ده لايسنس مش هتقدر تعمل باي سيرفس صح لا يبقى 600 باور 2 بلس 800 باور 2 وبعد كده بعمل لهم ايه؟
هو انا بعمل بلس ولا ماينس؟ بلس. ليه ان شاء الله؟ عشان ده الهايبوتنس صح؟ والهايبوتنس بعمل ايه؟ بلس. الهايبوتنس بعمل ايه؟ بلس. ماشي؟ طلع الكلام ده على مثال. هو اللي انا جايبه ده ايه؟ ده الديسبلسمنت؟ ماجنتيود او نورم اوف ديسبلسمنت. لسه سيتا. سيتا؟ تعال نجيب السيتا. بص يا سيف مستر، كلنا نعلم ان يا اما تطبق زي ما محمد قال تنسي ده اوبوزيت على اتشيزيت طبعا صح طبعا يا اما شوف بقى طبعا السيتا بتبدا منين إيه؟ السيتا بتبدا منين إيه؟ ببدا قياس السيتا منين إيه ده من الاكس اكس وتمشي كده 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 بس ايوه انا مش عارف اجيبها برضه مش مكتوبه مش مكتوبه كام يبقى انا اجيبها التنسيق هي التنسيق ده القانون بتاعها ايه؟ واحد على اكس او فوز على اهي تنسيق واي على اكس واحد ومين الواي؟ ومين الاكس؟ شايف؟ شايف؟ 600 صح؟ مظبوط ايه ده مش شغال فعلا كلام مظبوط يا نادي يطلع كده هو انا كده جبت تنسي صح بس هو مش عايز تنسي وعايز سيت بعمل ايه تاني شفت ده تاني جد مستر الراجل عايز سيتا وانا ما بجيبش سيتا مره واحده لازم الاول اجيب تنسي بقى عم كده جبت تنسي معاه شفت ده طلع النادي كام طلع النادي 53 degrees ها؟ وهنا في حته مهمه 53 degrees قبل ما نقفل المساله وتعتبر ان دي سيتا الفيكتور ده في انهي كوادرنت؟ ذا فيرست يعني 53 هتنزل زي ما هي ولا عامل لها 180 بلس ولا 180 ماينس ولا 360 ماينس يا مستر فيرست كوادرنت يبقى الانجل بتاعت الآلة هي الصح الانجل بتاعت الآلة هي الصح يبقى 50 ثم لو كانت في السكن 180 لان بص المسألة اللي بعديها مش اللي بعديها اللي مستنى المسألة اللي قدامها في بيتش 3 اللي هي اكزامبل 3 المسألة اللي في صحة الشهر برضو اللي هي عكار موفت عكار موت ماشي ايه رايك كويس ايه رايك كويس شفتها عكار موت راح فين موت مشيت الاول فين ايوه مستر في اتجاهات لقيت تحت الدراسه حلوه قوي 1200 ناحيه الويست اهي وقامت ماشية 1200 كده اهي 1200 بعد كده راحت 1600 لفوق يبقى عادل 1600 لفوق وطبعا طالب ديسبليس انت صح؟ طالب ديسبليس معاك في مهندسة؟ جاي معايا؟ حلوة قوي ديسبليس انت بتعمل ايه؟ طالب دايركشن؟ الاثنين يعني يا عايز استارت لاند فين هو ليه حضرتك طبقت قاعده الستارت وين لان احنا طبعا كلنا عارفين هنجيب الماجنيتيود باي ساينوس ده ما فيش ازمه او انا عايز السيتا السيتا دي جاب ازاي سالت سؤال بس كده شوف عدد مصر يا سيتا ما هو بتتقاس من ايه؟ ولا نسينا؟ ولا نسينا؟ ها؟ الراجل اللي قاعد على الكرسي اللي كان قاعد هنا. يلا يا حلو قوي. طب عايز اجيب السيده ازاي؟ اعرفك؟ بص هو انت مش هتعرف تجيب دي بس تهيألي تعرف تجيب دي. مش دي تعرف تجيبها؟ صح ولا لا؟ صح؟ كام؟
مش دي كمان برضه؟ يعني تعال نسميها مثلا اكس، تعال نسميها ايه؟ طب ما سميهاش سيتا. هي سيتا اصلا فين؟ اصحى يا السيتا ايه يا لا؟ ما حضرتك هتجيب بيجي، ما انا ما جيتش اعرف اكس. يلا هجيب تان اكس، هي التانية على ايه؟ واحد اكس يعني على ايه؟ 1600 على اطلع الله اعمل شيفت تاب اطلع كام؟ استنى اشوف مين صاحي. طبعا قدامنا اساتذة كبار. ايه دي ما جيبين دي الاكس، انت ما عايز تجيب السيتا كام ايه؟ 180 جبت السيتا ولا لا؟ بس واحد يقول لي مستر هي فعلا خلاص انا جبت هنا 93 فتعمل 100 جيجا تطلع 127 طلعت 700 ايه؟ وانا اصلا قبل ما احل المساله عارف ان الانجل اوبشنز عرفت مين الاوبشنز؟ انت عارف انا تاني يعني السيتا اكبر من ايه؟ من 9 اكبر من 9 يعني ايه؟ اوبشنز انا عارف معايا مسج. السؤال بقى مش كده، انا هنا جت الاجابه بشكل غريب شويه. ايوه اصل انا ساعتها واضح ان انا وانا بحل جيت ابص على الاختيارات ابص على الهانجر تقول لي سيد ما لقيتهاش ما لقيتهاش ايه السيد؟ يعني انا في المساله دي مؤكد لان انا طبعا حابب ان انا ادي بشكل مختلف وانا بحل ما لقيتش اصلا ال 127 طب اعمل ايه؟ لقيت اجابه نفس المعنى. افهمك يعني ايه كلمه اجابه نفس المعنى؟ احنا كلنا طلعناها 53 صح؟ بس 53 في انهي كوال؟ في السكند. السكند ده ما بين مين ومين؟ ما بين انهي اتجاهين؟ ما بين انهي اتجاهين؟ علي ركز مع حد السكند ده ما بين مين ومين؟ نص ويست. انا مرخم 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 وما ادكش الانجل مظبوطه زي ما انت متعود تجيبها واداك 53 كده هي طبعا مش 53 المفروض 127 لا هو بقى ده اللي انا بص هي 53 بس تبقى ليه كوادرنت ده كوادرنت التاني صح؟ التاني ده ما بين اي اتجاهين يبقى 53 نورث فيست. طب افرض الانجل عشان انت مش فاهم مش فاهم طب افرض الانجل في الربع الرابع انت ليه 53 ساوث ايست بطريقه ثانيه اما بيبوح بيبوح انما العادي يفتح شيء في دماغه خلص مش عايزين حوارات. المسائل بقى لو جت مش مرسومه اللي هي ولا لسه قايل القاعده بتاعت الجمع اي بي بلس بي سي بلس كام؟ سي اي. اسمع حاجه جديده مالين ها اي بي بلس بي سي بلس سي اي بالضبط بنرسم بقى انا فهمتها لك على الرسم بس المستر برضه بعد ما رسم قال لنا قاعده نخلص بيها واخدين بالكم بص 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 يا مالك مش الاثنين اللي في النص زي بعض المستر قال لي لو الاثنين اللي في النص زي بعض يبقى الناتج الاول والايه؟ والاخير يبقى اي بي بلس بي سي ومين مستني؟ مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه استنى مستر اي بي بلس بي سي الحرفين اللي في النص زي بعض يبقى الناتج على طول مين؟ او الاخير خلاص؟ ايه؟ ومين مستنيني؟ مين مستنيني؟ سي اي سي اي واحد شاطر قول لي يا مستر عارف برنامج كده خلاص ليه بقى زميل؟ اي سي سي اي رجعت مكاني ولا لا؟ بس لا قدر الله قول مالي مش هيرجع مكاني تاني بصي هلا اي سي سي اي العين الشاطره
عارف ان ACCA يعني displacement zero. ACCA بزيرو. بس المشكلة واللي انا بخاف منه وده اللي بيحصل. لو جت ماينس مش هتاخد بالك. واحدة بقى زيرو برضو.